الموضوع ان باربي بمنتهى البساطه هي طالعه طبعا زي ما احنا كلنا عارفين قد ايه بتهتم باللبس، الولد اللي جنبها ده مفروض هو العنصر الذكوري الوحيد في الفيلم. كم المواضيع اللي الفيلم بيخاطبها من ناحيه انا مش هعيش وانا مش عايزه اتجوز، مش عايزه يبقى عندي اولاد، ان الاب تقريبا دوره مهمش تماما، الام ثانوي، وكل التركيز على انا عايز اعمل ايه، انا هنبسط ازاي. ده الديمو بتاع باربي، ما بين الفساتين، ما بين الخروج، ما بين اصحابها، وان اللي موجود معاها ده رغم ان هو بيحبها الا ان هي مش محتاجاه ومش عايزاه. يعني هو عايز يقول ان المرأة يعني حطونا عندها درجة من الأنانية، ان هي عايزة الفيلم هي بيتكلم كده، ان انا اقدر اعيش في الكون ده بدون من غير رجل خلفة ولا رجل ولا ولا اب أولاد. ولا ام ولا مسؤوليات، ما هو خلاص طالما مفيش رجل مفيش ولا اب ولا أبونا ام، وكمان ولا أب ولا أم. ثانويين في حياتي. فالفكرة مدمرة، زي بالظبط ما في احدى المنصات الكبيرة بتحاول تزرع فكرة المثلية، وفكرة ان احنا نبقى متعودين على وجود العلاقات المريضة دي في الافلام. هو بالظبط، انت زي ما انت قلتي كلمة مهمة قوي، هو خطر رهيب. ليه اتعمل له بروباجندا غير طبيعي؟ كل انت عارفة بره في امريكا الهجوم اشرس من عندنا هنا، ايوه، ما هي اصل القصه مش كل الناس قالك مرتبطه انتوا بتدمروا بدين قد ما هي الاسر كلها خلاص. قيم انت بتضرب في العمق فيها. ففكره ان انا لو انا مقدم او استغليت او استثمرت حب الناس للعروسه دي، وانها هو ده اللي حصل بالظبط. النموذج لان حد مهتم بنفسه، لان انت تحوله للانانيه الشديده او تروج لافكار ان انا مش محتاجه حاجه تانية، في لا اب ولا ام ولا عيله ولا اسره ولا اطفال وافضل ولا محافظه زوج. على جسمي ولبسي. تخيلي انت، يعني ده خلينا منتهى نقول، الانانيه، خلينا نقول ده الجيل اللي منتهى بيتفرج، الانانيه لو هو واقف عند هنا بس. هو الفيلم كله ايوه، بيدار لو هو كده. واقف عند هنا بس، لو ما بيروجش لفكره الشذوذ. لا يعني مش موجوده، لانها باربي هي عنصر نسائي. هو الفكره في ايه؟ الفيلم كله بيتكلم ان الستات اهم حاجه في الدنيا، ان احنا كستات مش محتاجين اي حاجه في الدنيا، ما ولا ينفعش ان احنا نضيع هو ده خطاب، جسمنا وشكلنا ولبسنا عشان خاطر نخلف. غلط. بالظبط، يعني ده عايز اقول لك خطاب حاجه، كارثي. يعني السلطات في لبنان، وهي لبنان برضو من ضمن وزير الثقافه، قال ايه؟ ان الفيلم بيسوق لفكره بشعه اخرها يعني رفض وصايه الاب، تهميش دور الام، التشكيك في ضروره الزواج والاسره، والاهتمام بالمراه فقط لا غير، يعني حاجه كده زي ما بيقولوا ايه، عنصريه، لا ده هو بس كده عنصريه للمراه فقط لا غير. عملوا تسليع للمرأة، بالظبط، يعني ان هي المرأة لبس، بس مجرد عربيات. سلعة وانها عايشة بس للشكل واللبس لا ايه فكره الافكار دي. الفيلم لما تتفرجي عليه تحسي ان باربي بلا مشاعر، يعني العروسه اللي احنا مرتبطين بيها وبنجيبها لاولادنا، واحنا جبناها واحنا صغيرين، وقد ايه حابينها، حبينا لان هي، انا كنت باخد باربي لان انا بحس ان انا ام معاها، لان هي صاحبتي، لان انا اقدر ان انا اعمل لها فساتين واغير لها واعمل لها شعرها. ده هم باربي في الفيلم بقى، كده غيروا المعاني كلها اللي احنا باربي في الفيلم مرتبطين تحسي انك بيها انت بالعروسة دي، بالظبط بتتفرجي على حد بغيروها بدون تماما. مشاعر، كل اللي همامهم كلهم اللبس والشعر، مفيش قصة حقيقية، كله بهرجة بهرجة كبيرة جدا. في ناس حابين كده واحنا كنا متوقعين كده، بس يا عم اشتغل على فكرة ان هي بالعكس تمثل استغلها قصة ان انت مهمة. تعمل بشكل غير مباشر قيم حلوة، ان انت من بلاش تبقى مش مهم. الفن للفن احيانا مش لازم يبقى بيتكلم على قضايا، لكن في نفس الوقت مبقاش بيهدم حاجات. هو ده بالظبط، يعني عشان كده يبقى حاجة اترفض في حلوة اكتر من لكن دولة مش ان عربية. انت بتهدم ثوابت وقيم في المجتمع العالمي كله، مش في مجتمع عن مجتمع. لكن النقطة الأهم، هل المنع حل؟ ما هو انت شفتيه اهو على منصة. انا بالظبط، بتهيألي المنع مش حل، لا لان طبعا. كل ممنوع مرغوب.